انضمامك جه ازاي؟ مين اللي اتكلم معاك؟ وهل ده وليد السنه دي ولا كان في كلام قبل كده؟ وانا في البدايه احب اشكر مجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي والجهاز الفني بقياده الكابتن ميدو، وكمان بشكر قناه النادي الاهلي انها خلتني ابقى مع حضرتك النهارده. مبسوط جدا فعلا. هو في الاول جه كابتن خالد ابو زينه، كنا ساعتها كنا بنلعب بطوله عربيه في الاستاد، كنت انا ساعتها بلعب مع فريق خيبر المهره. فجي بعد الماتش، كنا قايمين في مجموعه الاهلي، فبعد الماتش جه كابتن خالد ابو زينه كلمني في الاول، قال لي عندك النيه انك تيجي الاهلي. فاكر من سنه كام؟ 2018 غالبا. اللي كانت في استاد القاهره. تمام. قال لي عندك النيه انك تيجي الاهلي؟ قلت له طبعا. ف بعد كده ايه بقى، فضل من 2018 لحد السنه اللي فاتت كلام رايح جاي. كان دايما في فاكسات تتبعت لبتروجيت. بس انت كنت ماضي مع بتروجيت قد ايه؟ انا كنت ماضي سنتين. كانت في فاكسات تتبعت لبتروجيت، بس كان دايما بيطلبوا ارقام كبيره وارقام تعجيزيه يعني. بس لحد انت تستحق بصراحه يعني، تستحق يعني. بامانه لعيب جاي جدا بامانه، تستحق اي حاجه تدفع فيه. فبداوا يبعتوا فاكسات، ولكن كان المفاوضات بتفشل بالظبط. لحد السنه اللي فاتت كابتن ميدو وبابا اتفقوا ان انا خلاص دي اخر سنه وانا هبقى مع حضرتك يعني. انا اصلا ماضي مع الاهلي من سنه. سنه من دلوقتي. طيب يعني ده كان حلمك بكل امانه؟ بكل امانه. دي كانت، انا كنت شايف ان دي بدايه يعني بدايه خطوه ليا هتنقلني لحته تانية خالص. يعني انت شايف النادي الاهلي ان شاء الله هيبقى ستيب، بس ده محتاج منك مجهود يعني. الناس كاتبه لك حتى على صفحتي، محتاج مجهود منك، الناس منتظره منك الكتير. انت لعيب كويس جدا الله. ومن اسره كلها فولي بول يعني. يكفي ان انت والدك كابتن محمد عزب. كابتن عزب. عزب، انا اسف، عزب. انت احمد عزب، انا اسف. بس احنا هنعتبره يعني احمد محمد عزب يعني. كابتن عزب طبعا، عزب الشرباجي من المدربين الاكفاء، وحاجه يعني مش محتاج اتكلم عنه، حاجه في كره الطائره. فانت في عيله كلها كره الطائره. ان شاء الله ليك التوفيق باذن الله.